بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة كان في اجتماع رائع مع سيادة الدكتور بسم الله محمد طه محافظ الرياض، وجمع كل القيادات التنفيذية في المحافظة مع أهالي كفر شحاتة، الحاج سعد المغربي، الحاج أشرف جمعة، الأستاذ إبراهيم القناوي، وأنا كنت موجود، ومعالي السكرتير العام كان موجود، وناقشنا كل مشاكل قرية كفر شحاتة. وكان من أهم القرارات أو أبرزها اللي إحنا المحافظ وعد بيها إن شاء الله هيبقى في إجراءات لتغطية 150 متر في مدخل قرية كفر شحاتة. هيستكمل رصف الطريق الدائري في كفر شحاتة، فيه أربع قطع أراضي مدارس تعليم أساسي في إطار الوحدة المحلية في كفر شحاتة، في إجراءات لخروجهم من حيز الرقعة الزراعية، إطلاق اسم الحاجة ثريا المشطة على مدرسة المشطة، استكمال إجراءات نزع ملكية مدرسة عمر بن الخطاب والأولياء النهاردة في وزارة التربية والتعليم لتدبير اعتمادات مالية لسداد مقابل نزع الملكية. الحقيقة برضو أهالي كفر شحاتة طلبهم بمستودع خاص لهم، ودي إجراءات هنحاول نسعى فيهم عشان يصل لهم مستودع أنابيب، مستودع أنابيب بغاز. عشان ومشكله كمان، لا ده احنا في احتمال كبير جدا نشتغل في توصيل الغاز لمنازل كفر شحاتة ان شاء الله.